السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نشرح طريقة تخطي حساب الاي كلاود لجهاز ايفون 11 عن طريق أداة اي ريموفال برو. راح نشرح طريقة تنزيل الأداة، كيف نتأكد انه الجهاز مدعوم، كيف نطلب الاوردر الطلب، وبعد ما يتفعل الطلب كيف ننفذ العملية. يعني هذا الفيديو راح يكون شامل لكل التفاصيل من الألف إلى الياء. خلينا نبدأ مباشرة. أول شيء الجهاز لازم ترفع إصداره لآخر إصدار 17.5، هذا آخر إصدار متوفر لهذا الآيفون، والجهاز آيفون 11 وعلى آخر إصدار. هاي الخطوة الأولى. ندخل على سيرفر FW Unlock، شرحته وفي الفيديوهات موجودة عندكم طريقة تسجيل الدخول وطريقة شحن الرصيد. بدخل بعد ما سجلت الدخول بحسابي على بليس اوردر وبليس ايمي اوردر، بيطلع لي الخيار بالشكل هذا. بضغط هون، اما ببحث بنزل لتحت وببحث على خيارات اي ريموفال برو اللي هي موجودة، او بكتب بالبحث هون اي ريموفال وبطلع لي الخيارات مباشرة. بختار التليفون ايفون 11، بطلع عندي الواجهة بالشكل هذا. هون مثلا السعر $100، كل جهاز له سعره، يعني كل جهاز سعره مكتوب بجانبه مباشرة. يعني بس تختار الجهاز تبعك، والايباد البرو، الايباد ميني، الايباد اير، ايباد 8، كلياتهم صارت مدعومة داخل الأداة. تختار الجهاز وسعره بكون ببين عندك بالشكل هذا. مدة تنفيذ العملية من 2 إلى 5 أيام ليفعلوا سيريال نمبر. بالوضع الطبيعي أقل، بس لما الخدمة يكون عليها ضغط زي بداية الخدمة الآن بتكون شوي في، يعني من بتقعد من 2 إلى 3 أيام 4 أيام. لكن في الوضع الطبيعي لما خفت الخدمة كانت 9 ساعات، 12 ساعة، يوم بالكثير كانت تدفع. المهم تيجي هون في عندك رابط، تضغط على هذا الرابط بيفتح معك بالشكل هذا. تيجي على الرابط وبتعمل تنزيل، بنزل عندك الملف. لما ينزل عندك الملف بتفك ضغطه بيفتح معك بالشكل اللي انت شايفه هون. تضغط عليه دبل كليك عشان تفتح البرنامج، وبتعمل يس، تنتظر لغاية ما تفتح أداة اي ريموفال برو. فتحت الأداة وزي ما شفتوا مباشرة بلش يعمل تشيك. هيو زي ما انتم شايفين بيعمل تشيك الآن. هنا أعطاني your device is supported، هنا بيعطيني انه جهازك مدعوم مع شبكة زائد signal bypass، وبحكي لك فاعل السيريال نمبر. بضغط اوكي وباجي عند السيريال هون، بضغط نسخ، بضغط عليه ضغطة واحدة عمل نسخ. مباشرة برجع على السيرفر، وأنا مختار هون آيفون 11 متأكد، وباجي بضغط لصق، صار عندي السيريال نمبر موجود هون. مباشرة بضغط على أوردر. الآن زي ما شفتوا هنا أعطاني بالأخضر إنه الأوردر تم. باجي هنا على أوردر وأوردر إيمي، أوردر وأوردر إيمي، بفتح معي بالشكل هذا. بيعطيني هنا ويتنج إديشن، ويتنج بعدين بستنى كمان 5 دقائق 10 دقائق راح يصير الجهاز إن بروجريس، يعني راح يصير الأوردر تبعي إن بروجريس. بعدها راح انتظر لغاية ما يعطيني سكسسفولي العلامة الخضراء زي ما هي موجودة هون. مجرد ما اعطاني العلامة الخضراء راح ابلش شغل على الأداة. عشان نعرف الوقت الفعلي لتفعيل السيريال، الآن التاريخ 16/5 والساعة تقريبا 1 ليلا بتوقيت الأردن، 16/5/2024 والساعة 1 ليلا طلبت الأوردر. راح نشوف متى راح يتفعل الاوردر. مباشره بس يتفعل الاوردر راح اكمل الفيديو. خليكم معنا ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه،
عشان نكمل بكل المحتوى اللي تطلبوه منا. والآن عدنا بعد تفعيل السيريال نروح على الموقع order ايمي order. هسه راح تعرف الوقت اللي تفعل فيه السيريال. ننزل هون، هي الطلب اللي عملناه امبارح الساعة 1 ليلا 12:51 دقيقة زي ما ذكرت قبل قليل. والآن أنا بعد ما تفعل السيريال، الساعة عندي الآن عشان تكونوا بالصورة بشكل والمعلومات تكون كاملة عندكم، الساعة عندي 5:10 دقائق بنفس اليوم، يعني بعد 17 ساعة. طبعا يا جماعة الجهاز له أكثر من 3 ساعات سكسسفولي. أنا ما كنت متوقع أنه تم، أنه في أوردرات ثانية ما انتبهت عليه، بس من 3 ساعات الجهاز سكسسفولي. العملية أخذت يعني 12 ساعة 13 ساعة لتفعل السيريال بشكل كامل. هاي الساعة وهي التاريخ ما زلنا بنفس اليوم. تمام، بعد ما تفعل السيريال طبعا هنا الجهاز، خلينا هنا نرجع هاي هون محلها ونيجي هنا وننزل ونروح نتوجه للأداة. نفتح أداة اي ريموفال بعد ما فعلنا السيريال. بعد ما فعلنا السيريال نمبر ننتظر لتفتح الأداة. زي ما شفتوا فتحت عندي وما أعطتني ولا أي مسج، وعطيتني هنا بس أكتف. بشبك الجهاز، بشبك الجهاز بالكمبيوتر. زي ما شفتوا شبك الجهاز، صار يعمل تشيك. ننتظر التشيك نشوف شو بده يعطينا. زي ما شفتوا ما اعطاني ولا مسج واعطاني زر اكتف هنا فعل. شو بعمل؟ الموضوع بسيط جدا، بجيب علبة عصير وبفتح وبكبس اكتف وببلش اشربها. سلامتكم. زي ما انتم شايفين بلش الجهاز يشتغل، بتركه ليكمل بشكل كامل. ان شاء الله بلحق اخلص العصير قبل ما يكبر. يلا ماله طول، وما طول يعني، بس ما حس حالي انه طول. هيك زي ما انتم شايفين العملية بلشت تكتمل. يا ريت لا تنسانا باللايك والاشتراك بالقناة. والله يا جماعة تعب كلياته مقابل اللايك والتعليق اللي بتعملوا لنا اياه، بتدعمونا ان نكمل في هذا المحتوى. يا ريت ما تقصروا معنا وتدعمونا نكمل في هذا المحتوى. زي ما انتم شايفين جهاز بفتح وبسكر. خلينا نشوف العملية بشكل كامل لغاية ما تتم. هاي طبعا طفى للمرة الثالثة، بطفي وبيشتغل لحاله بدون ما تدخل لا جيل بريك ولا تعمل ولا تساوي على الوضع التشغيل. تشبك الجهاز ونقطة بس، ما بتعملش ولا أي شيء. زي ما شفتوا أعطانا أنه تمت العملية بنجاح. Your device has been successfully، والجهاز فتح زي ما أنتم شايفين بشكل كامل. طبعا الجهاز بيشتغل بشريحة بشكل كامل يا جماعة، كل خدمات اي ريموفال برو تشتغل بشريحة. هذا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. يا ريت لا تنسونا من 6 مليون لايك. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.